يا اهلا وسهلا فيكم من جديد، ومواصلين هذه الحلقه الخاصه من العلا. وانضمت الي هيا اللي كانت في العلا الاسبوع اللي فات او اللي قبله، فاهلا وسهلا فيكي. وقولي لي، لازم تقولي لي حقيقي كيف كانت العلا. يعني احنا قاعدين نشوف صور وابهرتنا الصور، لكن اكيد لما كنت هناك كان مختلف، فايش اكثر شيء يعني ابهرك في العلا؟ تعرفي ساره، اظني هالمكان ممكن اضيفه للائحه اكثر الاماكن اللي فاجاتني. يعني مش ممكن كثير، يعني مش ممكن اشرح لك سحر المكان، لازم انت تروحي وتخوضي بهالتجربه فعلا. يعني كنا عم نسوق بالسياره من يعني منطقه للثانيه، كنا عم نسوق، عم ببدا بصور، بعدين بقول مش ما يعني كل صخره وجبل لهم قصه مختلفه فعلا. ما شاء الله، يعني تحس انك لوحه فنيه صح؟ 100% تعيشي كذا الحلم بالضبط. طيب خلينا نروح لغاده وهاني نشوف هل هم بيعيشوا هذا الحلم كمان ولا لا. غير يعني ما اقول لك يا ساره قديش احنا معاك يا ساره سامعينك، بس قاعده اقول لك فعلا يمكن احنا سالنا الاستاذ عبد الرحمن السودان انه عن التجربه كيومين ممكن كيف يسوي، ويمكن هي ياسمين عملت في يوم واحد، ولا اقدر اقول لك انه هنا من مطعم آونة انا زرته المره اللي فاتت، ومن جد من اجمل المطاعم، وهذا اللي احنا متواجدين فيه من مدائن صالح ودائما. بس طبعا هي غطت مطاعم ثانيه، يعني عشان نكون منصفين خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع. طيب انت ايش تبغى اثناء التقرير؟ ممكن تقشرين لنا ليمونه الكبيره؟ هذه الكبيره دي مره كبيره، هذه ايش اسمها؟ بوملة. بوملة ما ادري والله، الليمونه الكبيره. صباح الخير من العلا، واخيرا وصلنا على هالمكان يلي صار لي بسمع عنه كثير. بس اول شيء فنجان قهوه ونتامل بجمال هالمكان. احنا بفيلا الاعشار محاطين بكل هالجبال، ومن بعد حنتجه لمسار النقوش الصخريه لنتعلم اكثر عنها. أهلا وسهلا فيك في مسار الفنون الصخرية. هذا المسار حيأخذك في رحلة عبر الزمن، هو أحد الأنشطة اللي قدمناها في موسم شتاء طنطورة في هذا العام. نقدر نقول أنه هو وجبة ثقافية تحكي تراث العلا بمستوى أعمق. هذا الموقع نقدر نقول أنه هو إحنا سميناه معرض الفنون الصخرية، وتعرض عدد كبير من الفنون الصخرية والكتابات اللي ترجع لفترات مختلفة. العلا موقع استراتيجي على طريق التجارة القديم، وكانت تمر فيها القبائل والقوافل على مر الزمن، وهذه الفنون بترجع لفترة الحضارة الإنسانية قبل تطور الكتابات، يعني قبل 4 إلى 5 آلاف سنة. أيضا عندنا كتابات ترجع للفترة الإسلامية المبكرة، المرحلة اللي كان فيها الناس يعلنون إسلامهم وإيمانهم بالله العظيم. ما نشجع الزوار أنه هم يلمسوا الفنون الصخرية، لأنه لمس الفنون الصخرية ممكن يؤدي إلى اختفائها في خلال سنوات. هنا عندنا في عمق هذا اللي نقدر نقول الوادي الخفي مجموعة من الفنون الصخرية والكتابات الثمودية. منطقة الحجر أو مدائن صالح اللي هي أول منطقة بالمملكة العربية السعودية اللي يتم تسجيلها بمنظمة اليونسكو للتراث العالمي. ومثل ما شايفين فيكم تعرفوا هالسبب، يعني بعدني عم بستوعب ضخامة هالآثار والتاريخ. مدائن صالح هي مدينة حجرية بتبعد 22 كيلومتر من محافظة العلا، وبتحتل موقع استراتيجي على الطريق اللي بيربط جنوب الجزيرة العربية بالعراق وبلاد الشام ومصر، وبيفصلها عن البتراء مسافة 500 كيلومتر. وأقدم أثر بالمدينة بيرجع ل 1700 قبل الميلاد حسب الكتابات. تتقسم مدائن صالح لأربع مناطق: الفريد، وجبل إثلب، وجبل البنات، والجبل الأحمر.
واليوم زرنا الفريد وجبل إثلب. إحنا الآن أمام أكبر واجهة صخرية موجودة في منطقة الحجر، سمي بالفريد محلياً لأنه هو المقبرة الوحيدة اللي متفردة في المكان زي ما انت شايفة، ويعتبر فريد لأنه هو الوحيد المتفرد في عدد الأعمدة. لكن في الأصل هذه مقبرة اسمها الأصلي مقبرة اسمها مقبرة حيان بن كوزة، وهو صاحب هذه المقبرة نلقى اسمه أو نشوفه من اللوحة التأسيسية الموجودة في أعلى الآلهة اللي يدعى باسم ذي الشرع. طبعاً حضارة الأنباط وجدت من القرن الثاني قبل الميلاد وحتى 106 بعد الميلاد، يعني نقدر نقول عمرهم حوالي 4000 سنة بالقليل. جبل أثلب هو من الجبال المقدسة عند الأنباط، فراح إذا دخلنا جوا بالداخل راح نعرف إيش سبب قدسية أو أهمية هذا الجبل الموجود هنا. هلأ إحنا موجودين بالسيق، وهو ممر متكون طبيعياً تنتشر على جوانبه المحاريب الدينية واللي بتعبر عن طقوس العبادة الخاصة بالأنباط. هذا المحراب هو شخص نحت آلهته، فاللي بنعرف المعلومات عنه أنه رجل اسمه شكوح جاء من بصرة اللي هي مدينة بالشام عشان ينحت إلهه أو ليبني مسجده، فهنا كانت أول مرة تذكر كلمة مسجد. طبعاً عرفنا هذه المعلومات جميعها من النقش الموجود في الآلة هنا. أيوة. هو بالآرامية فترجمه العلماء وعرفنا منه هالمعلومات. بعد ما عشنا تجربة تاريخية غنية وتعرفنا على آثار ونقوش عريقة، صار وقت تجربة مختلفة بتخلينا نعيش مع المكان أكثر. آخر موقع لنا اليوم هو صخرة الفيل، وفي فعاليات مختلفة هون من مطاعم لأعداد، بس أنا اخترت إنه أتجول حول هالمنطقة بركوب الخيل. هون شعرت بالانتماء لمكان يمكن أول مرة أزوره، بس بين تاريخه وعراقته والنشاطات العديدة الموجودة فيه، بآخر النهار الوقوف وسط هالجبال وبلحظة من التأمل ذكرتني بعظمة الكون وقديش نحن صغار فيه. هون بتعيشوا سحر الصحراء بأجمل حالاته. صراحة هيا أكثر من رائع التقرير، والمناظر الخيالية اللي أخذتينا عليها من جد أكثر من رائعة. بس حسيتي إنه بما إنه إحنا قاعدين نتكلم اليوم فالنتاين وبننقذ الناس اللي ما رتبوا شيء، حسيتها ممكن تنفع رومانسية للكوبلز يعني 100% للناس اللي لسه محتارين آخر لحظة، يعني مش بس رومانسية الانعزال طلعوا على النجوم في رومانسية لا حسيت حتى في التقرير كده صوتك كان رومانسي صراحة. أيوة. شكراً هاي على هذا التقرير. وفي كثيرنا صراحة راحوا العلا وعبروا عن العلا. صحيح. كمان في على السوشيال ميديا انتشر فيديو لإحدى المدونات عن تجربتها بالمنطاد وكيف تم الهبوط بالخطأ بمزرعة. خلينا نشوف كيف رحبوا فيها أهل المزرعة. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ماني قادرة أتخيل. نزلنا في بيت ناس ما قدرنا وجاء الأب برا خرج وهو وأولاده أصحاب البيت جابولي. والله أهل العلا أنتوا يا كرامتكم يا حليلكم، تمر وقهوة، ودخلنا عرض عندهم ورحبوا بينا. كيف حالك؟ واه يا ناس الله يسعدهم. صراحة مو غريب على أهل العلا كرامهم، على طول طلعوا بالقهوة والتمر يحللهم. أيوة. بس تعرفي هيا أنا الهوت إير بلون ولا المنطاد هذا على الباكت ليست باكت ليست، ومن جد نفسي أسويه، بس أيوة. فكرة أنه أصحى قبل الفجر عشان أطلع شوي مستصعبتها. طيب في خيار تروحي على غروب الشمس، نفس الإحساس ولا يعني يقولوا بيختلف شوي؟ أجمل بشروق الشمس، بس غروب الشمس كمان بجنن المناظر. دحين ما لعبت أكيد. وكمان سارة طلعت مش أنا لوحدي اللي انبهرت بالعلا، كمان نجم الكرة السعودي ياسر القحطاني عبر عن انبهاره بهالفيديو. عطني الخيل بس مركزين.
يا سلام يا ياسر، والله ما حد قده صراحه. أيوة. مره كشخه في هذا الفيديو. صحيح. بتعرفي هاي يمكن كثير شفنا مؤثرين. نعم. شفنا سيلبرتيز، شفنا سيلبرتيز من انحاء العالم يعني. صحيح. كان شاف ولا مغني ولا. أيوة. ممثل، كلهم راحوا وكلهم نزلوا فيديو يعني مماثل، لانه من جد كانوا مبهورين. وبعدين تشوفي من جد اصلا جمال الابداع اللي حوالينهم يكفي في الصوره بالزبط. صراحه طبعا احنا حنكمل في اخبار السوشيال ميديا. هيا خلينا نروح للرياض مشاهدينا. رغم بروده الطقس استمتع الجمهور بحفل الفنان الكبير كاظم الساهر على المسرح ابو بكر سالم، ومن كثر البرد تخيلوا مازح كاظم الساهر جمهوره، وتخيل ايش سوى، اهداهم الشال الخاص فيه. خلينا نشوف هذا الكليب. يعني اتوقع هو كان بيحاول يحرك يده كثير عشان بس. أيوة. يسوي اي شيء عشان يتدفى. تحياتنا له، اكيد ما هو سهل. يمكن انا وهي قبل شويه قاعدين نتناقش انه قد ما رحنا في يوروب وقد ما سافرنا من جد في السعوديه مره برد. أيوة. وانا لما رحت ميدل بيست كمان اتذكر كلنا خلاص بنتكتك. أيوة. من البرد. ننتقل كمان لاكثر الفيديوهات ترندنج على السوشيال ميديا. محمد صلاح صار حديث الساعه، بس مو في كره القدم هذه المره، تخيل في اي رياضه، الرقبي. خلينا نشوف سوا. طبعا فعلا نفس قصة الشعر، تخيلي نفس اللحية، بس بحس يعني محمد صلاح أكيد أطول. وبالحديث عن الشبه، نشر الفنان محمد هنيدي صورة لابس بدلة صفراء تعقيبا على بدلة فندي اللي لبسها المغني الأمريكي تشارلي بوث بحفلة الأوسكار، وكتب بدلة من الوكالة، وعلقوا الناس نفس الشيء بس أنت تحبوا الأجانب، هذه دائما الجملة نسمعها كثير. من أكثر الصور كمان المرعبة انتشارا صورة لهيكل عظمي لوحش غامض في سكوتلند، تخيلي هيا هذا الهيكل العظمي رمته مياه البحر بسبب عاصفة كيارا اللي بتضرب بريطانيا وجزء من أوروبا، وعجزوا العلماء من معرفة المخلوق، وفكروا قالوا للناس يمكن أظن عشان يهدوهم يعني أنه يمكن يكون حوت. فأتوقع لو أنت شفت هيكل عظمي زي هذا إيش يصير فيكي؟ الصراحة أنا كنت قارية قصة وإحنا بالمدرسة عن هذه الأسطورة إنه في حوت بشي بسكوتلند بنهر بسكوتلند، فمش كتير مبهورة أنا، بس إنه بصدم، بس كمان مش ممكن تتفاجئ. تعجبيني هاي، عندك حلول لكل شيء، ما في تخويف أبدا. خلينا نختم مشاهدينا مع صورة ربحت بجائزة مصور الحياة البرية للعام لوميكس من اختيار الجمهور. تخيل واحدة توقع إيش الصورة. الصورة في مترو في لندن لفارين قاعدين يتقاتلوا من أجل الطعام من تصوير سام رولي اللي أمضى أسبوع كامل تخيلوا تحت الأرض عشان ياخذ هذه الصورة الغريبة. فتخيل يمكن كثير ناس قاعدة تفكر إنه معقولة قاعد أسبوع كامل عشان ياخذ. نعم. هذه الصورة صح، والناس مرات ما بتعرف قد ايه بيروح شغل لتاخذي هاللقطة. صح. يعني هلا حضرت دوكيومنتري، قعد شخص سنة ونص لياخد 10 ثواني لسايبيريان تايجر اللي هن على وشك الانقراض. تخيلي انه سنة ونص كاملة بس عشان ياخذ هال، فأسبوع مش كثير من ال، والله كانت أخبار مرة حلوة، وأسبوع أكيد مو كثير. وغادة وهاني بنفسهم أصلاً قاعدوا طول يمكن كم دحنا لهم 3 أو 4 أيام في العلا بس عشان يكتشفوا العلا ويشوفوا جمالها ويختاروا أصلاً من فين السد حيطلع.